وهذا الكونتاكت تصالحوا نقادوا الامور نعيطوا معكم على من ما بغيت شو ما حاب نتوما عيطوا لنا 0530 300 300 0530 300 300 ونعيطوا معكم على من ما بغيتوا نسولوا واش يقبل يهضر معكم وديك الساعه يقبل يهضر معكم ندوزوا لكم نتكلموا معاه قاسم وي خويا مومو السلام عليكم اش اخبارك كلشي بخير صحه لاباس لا بس الحمد لله ما شوف ما تصورش الفرحه ديالي قداش اخويا مومو ملي شفت الخط عندك حنا فرحانين اخويا وانا فرحان مرحبا اخويا قاسم والله العظيم راه مدة هادي ديما كنتصل كنبغي غير نهضر معاك ونسمع الصوت ديالك ونهضروا ديما المستمعين او في ديالك اخويا مومو والله العظيم الله يحفظك اخويا وان شاء الله نفرحوا اكثر فاش نعيطوا لخديجه وتقاد الامور خديجه هي السيده اللي كنتي معاها وي كنت معاها يعني مدة عام وشي 3 شهور بحال هكا كانت واحد الغلطه اللي هي زوينه بزاف ولكن من بعد يعني انا فغي مكذبت عليها في شي حوايج ومني نصارحتها صافي يعني ما تقبلاش ديك الصراحه واخا صافي قلت لي انا ما غاديش يعني ما راح صافي يعني ما بحال ما رحمتنيش يعني قلت لها شوف قلت لها انا كنا علاش انا طرحتك حيت انا بغيتك حيت انا بغيتك الزواج وبغيتك الحلال يعني باش صرحتيها حيت انا كنت كذبت عليها قلت لها عندي الدار في افران وديك الساعه انا ما كانش عندي الدار يعني كان عندي يلا بلان يلا بغيت نبني فهمتي وقلت لها يعني سبقت الاحداث شويه قلت لها راه عندي الدار ومن بعد طرحتها قلت لها راه شوف قلت لها خديجه انا راه ما عندي لا دار لا حتى حاجه انا شنو كاين شنو كاين وثاني حاجه كذبت عليها في السن ديالي السن هاوي السن اللي كاين صافي من بعد مني صرحت قلت لها شوف بنت الناس قلت لها انا راه بغيت معاك معك وبغيتك الحلال وهضرت مع الدار الام ديالي هضرت معها قالت لها راه قاسم راه باغي يهضر معاك راه باغيك الحلال وهذه ودابا هي قررت تفارق معك حيت كذبتي عليها نتايا هاوي صافي حيت انا مني صرحت صافي تبدلات عليا دابا انت كذبتي عليها من ناحيه السن علاش كذبتي عليها من ناحيه السن حيتاش يلا بدينا حيتاش قالت لي انا في عمري 26 سنه فهمتي يلا يعني تعرفنا على فيسبوك وانا صراحه غير في الاول ما كنتش كاع كنفكر في الزواج ولكن تعرفت عليها لقيت واحد الانسان اللي هي ني ظريفه شحال من عام بلاتي قاسم بلاتي راك جالس كتقنبل فينا دابا بلاتي انا مرة الاحداث بزاف اخويا بلاتي اخويا قاسم بدا خديجه اش بعدي فيها تقنبل يعني ظرف افران شحال قلت لها عندك من عام انا قلت لها يعني هي كبيره عليا بعامين انا قلت لها عمري 28 سنه وهي عمرها 26 سنه انت كبرتي راسك عامين عليها عامين عليها دابا انا راه عندي 24 سنه هي دابا انا عندي 24 سنه هي 26 سنه يعني هي كبيره عليا بدوزو وشو كاين شي مشكل كانت هي كبيره عليك بعامين انا ما عنديش مشكل انا راه ما عنديش مشكل قلت لها بغيت كيما انت قلت لها واخا رغم انك انت كبيره عليا قلت لها انا ما عنديش مشكل قلت انا راه بغيتك وعلاش كذبتي عليها من ناحيه الدار في افران الصراحه في داك الاول يعني انا الصراحه بغيت قالت لي مو بقات كتسولني قالت لي واش عندك دار بوحدي وهذه صار عندي دار بوحدي وانا دوك الايام بغيت الصراحه يعني عندي بلان ما بغيت نبدا فهمتك واخا واخا ولكن من بعد ما تفرش الامور انت خاص انت في الحياه ديالك كتكتب بزاف الصغر ديالي كنت كنكتب بزاف لكن صافي يعني منين وضفت من بديت الخدمه وهذه كيما بقيت يعني كنت كنكذب يعني بداك الكذوب ديال الضحك لا ما كاينش كذوب ديال الضحك كذوب معقول دابا خصك تحيد منك الكذوب خصك تحيد منك اخويا الكذوب لا دابا ما بقيتش كنكذب اخويا مومو صراحه فهمتي دابا ملي تقدر معايا ما كذبتي عليا حتى شي كذبه شوف خويا مومو انا مادام قررت اني نهضر معاك يعني بغيت الصراحه يعني نصحك في كل شيء وديك الانسان اللي صراحه واخا 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 قاسم انا عيطوا لخديجه يكون خير ان شاء الله نسولها تقبل تهضر معاك وانتم ما كاينينش في نفس المدينه لا هي كاينه في الصويره انا يعني من صفرو وحاليا خدام مراكش الله يسهل الامور اخويا عيطوا لخديجه ما سمعوش قبل تهضر معاك راك على القرصان برافو عليك خديجه بخير كنسمعكش مزيان معاك مومو عرفتيني راك معنا خديجه في الكونتاكت كاين واحد السيد اللي ما عيطنا باش يبغي يهضر معاك خدام الجميع قدام الملايين المستمعين مستمعات اذاعات يتخلي واش ندوزو لك بلا ما تعرفي شكون ولا نقول لك شكون عاد تعزلي ندوزو لك هضر معاها الو خديجه خديجه السلام لاباس عليك لاباس الحمد لله عرفتيني خديجه انا كنطلب منك السماح بزاف بغيتك تسمح لي بزاف انا الصراحه ما نقدرش نعيش حياتي بلا بيت شنو هذه المده اللي بعدتي عليا راني حسيت بواحد الفرق اللي هو كبير بزاف في حياتي ملي اللي فريمون ما نقدرش نعيش بلا بيت انا كنطلب منك السماحه وكان وعدك قدام ملايين المستمع انني غادي نبدل راسي ما باقيش نكذب عليك في حتى حاجه وبغيت نكمل معك حياتي بغيتك تكون الزوجه ديالي ونكون الزوج ديالك يعني نكونوا ديما مع بعضياتنا الصراحه ما بغيتش نتفرق معك ما بغيتش شي حاجه الفرق راه انا بالنسبه لي مستحيل شي حاجه الفرق بالنسبه لي معك ما رايك في هذا كذب عليا بزاف ديال المرات اش كذب ليا بزاف ما كيتقبلهمش العقل ولا حتى الدار اوا يعني من جد ديال ما عندي فاش كيكون نيشان فاش كيكون ما بقيتش حمله بلاكو
فهمتك واخا كتب كتب كرك فيه ولكن خويا مومو انا صراحه شنقول لك ما غاديش نشوفك مادام انا بغيت الانسان اني صرحتها فهمتي يعني بغيتها بغيمو بغيتها وقلت اي حاجه كتبت لك فيها راه كلشي غادي نعوضوا لك فهمتي يعني راه الانبياء والرسل راه كيغلطوا فهمتي يعني راه كلشي كلنا غلطنا ما تقارنش قاسم قاسم شوف قاسم شوف ما عندي كي ندير باش نطاكي معاك لا دافير هذه السينه كتبتي عليها واخا دابا كذوب كذوب النتيجه اللي مزيان ولا كذوب اللي بزاف راه شي كذوب راه ما غاديش دماغك ما غاديش تقبل تليفوني عرفتو اني على ود هاد السيد هذا بكثره العصب اللي ركب فيا كذب واحد الدرجه ما كتصورش ما كنطلب منه حتى شي حاجه شنو هو عارف كذب كذب عليك شنو كذب على الدار قلت له لهم انا عندي الدار قلت له كذب على والدي وماما ما كتبين منه والو كيقولوا لي شوف حنا راه تقنا فيك وهذه ما عندناش مشكل هذه في الاخر كنتلاقى السيد كيقول لهم انا عندي واحد الفيلا كبيره والدار كبيره وبغيتكم تجيو تسكنوا معايا وهو ما عنده والو ولا شاد شي قاسم خويا مو خويا مو راني قلت لك كيف تعرفت على هذا الانسان سولاتني قلت لها دير عندي الدار ودوك الايامات يعني كنت انا بغيت علاش علاش دابا خديجه دابا كون صراحه قلت لك انا ما عنديش الدار عندي واحد البقعه واحد الارض انا اصلا في الاول قبلت وبعثتك قلت لي شوف انا بغيت واحد الانسان يكون لي مزيان وديريكت هادشي اللي بغيت قلت لها ما كيهمني لا فلوس لا لا حتى شي حاجه نعيش انا وياك غير في بيت راه هو عارف هادشي قلت لهم قلت لي نعيش انا وياك غير في بيت ثاني عندي واش بغيتي بحال يعني ربي عالمني انا شنو كاين هو في الاخر كيكذب عليك كيقول شي حوايج اللي بزاف بزاف داكشي ما صلحش ليا واخا خويا مو منزلك واحد الحاجه شي كاين شي حوايج كذبت على خديجه هي راه عارفه راه ماشي الخاطري انا كذبت عليها ومراه هي يعني رفراتها كلشي وعاودت ليها كلشي قاسم خديجه انا راه ما كذبتش عليك بخاطري قاسم سمعتي اش قالت السيده اخويا نكونوا واقعيين قاسم السيده ما طلبت منك والو دابا انت انت بليتك انت على ما اظن انا ما اظن انت فيك بليت كذوب خاصك تعالج راسك من الناحيه قاسم علاش خويا مو انا راه اعترفت ليها بلي واخا اعترفتي قاسم ما غاديش نكذب عليك مازال قاسم اسمعني مزيان لا 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 اسمعني مزيان شوف اسمعني مزيان شوف كاع اللي فيهم الكذوب واحد الوقيته كيقولوا حيت انا قلت لك الصراحه من بعد ما كذبت عليك هذه المده كلها حيت دابا قلت لك الصراحه خاصك تسامحني حيت انا قلت لك الصراحه لا الحياه ماشي هذه اخويا الحياه اذا كذبتي اذا كذبتي وفيك الكذوب خاصك تحيد منك الكذوب خاصك تداوي راسك والكذوب النتيجه ديالو هي هذا الشيء اللي وقع لك مع خديجه انت خسرتي واحد الانسانه في حياتك هذه النتيجه صراحه اخويا مو بغيتها بزاف صراحه اقسم بالله العظيم الا ولات حياتي ولات في شكل اقسم بالله ما تخدمش على اللي كتبغي ما كتكذبش عليه اصلا والله العظيم اخويا اقسم بالله زعما حيتاش الانسان غير متغمس بها دابا المشكله ديما كنبغي كنقول نعاود ليها نعاود ليها ولكن كنقول تقدر نعاود ليها غادي تخسر غادي نخسرها حيت الانسان في الاول يعني كانت في شكل يعني منين عاشرتها وهضرت معها يعني تغرمت بها بزاف اقسم بالله العلي العظيم ما حلفتينيش الى اول حب واخر حب هي خديجه واخا يعني انا مستعد خديجه اسمعني عافاك انا مستعد ندير اي حاجه مستعد ندير اي حاجه اي حاجه قلتيها لي شوف شوف عطيني غير فرصه شوف انا بلاتي ماشي هي جي للدار راه صافي راه هذاك هو النقطه اللي بغيت نعرف انا بالعكس انا باغا واحد الانسان اللي يرتاح معاه نتفاهم انا وياه نكونوا نيشان وبزاف ديال الحوايج اما باش انك تبقى بحال هكا ما عجبانيش هذه الاولى ما غاديش نبقى راه كلشي غيتبدل ان شاء الله ما بقيتش كنثق فيك ما بقيتش كنثق شتي دابا انت باش كتقولي غنتبدل راه ما تيقاش حيت بالنسبه لها كذبه انا حيت شحال من مره قالها ماشي اول مره هذه الاولى والثاني حاجه كذب عليا في شي حوايج راه بزاف ما كتقبلهمش حتى الدماغ وجي عندنا للدار وانا ما في خباريش بدا كيدق في الدار خرجت لي بنت خويا وشنو قال لها قال لها شوفي قولي لها راه انا خطيبه وفاش جيت للدار فجيت للدار ويقول هي تقول لي شوفي راه جاي عندك واحد السيد سولني عليك وقال لي راه خاطبه كيفاش قلت لي علاش قلتي لها راه خاطبه ويقول لها ويقول لها ولكن انا راه جيت ما قلتش انا بصح انا راه جيت عندك المدينه ديالك جيت عندك للصوره حيتاش انت ما بغيتيش تجاوبيني شفتي التليفون نهار كله انا جيت عندك باش نهضر معاك وباش نصلحوا الامور ولكن ما عنديش اختيار فهمتي انت كتعرفيني انا كنبغيك بزاف اوكي واخا نطولوا نقصروا خديجه غتسمحي لهذا السيد لا كتبغي انت لا ما بقيتش كنبغيه كذوبو صافي كرهني فيه درجه ما كتصورش ما كذبش عليك وما كرهتش انا شي واحد يفسر لي هذا الشيء واخا راك فسرتي دابا قدام الجميع شكرا لك بزاف خديجه بسلام عليك شكرا بسلامة شكرا شكرا قاسم وي خويا مو هذا درس في الحياه باش تحيد منك الكذوب اودي خويا مومو شوف شكون انا على الخاص نعاود لك شي حاجه غادي تحس بيا وغادي تعرفني مزيان وتقول علاش كذبت
وتحس بيا مزيان. المهم قسم بالله على العظيم ماكينه انا صراحه نقول القضيه قاسم، انا ما عنديش علاش كذبت، ماكيناش الكتب لا هادشي اللي شوف عارف الكذب ولا، لكن شوف كاين شي حوايج راه كاين شي حوايج راه ما قالتهمش هي وما قالتهمش انايا. شي هاد الانسان يعني كانوا فيه شي حوايج يعني اللي في حياتها ياك، وانا بحياتي خاطرت على ودها حياتها تبدلات. يعني هي نهضروا ديريكت، هي كانوا فيها يعني شي وحدين تحروا لها وادي اللي كانوا فيها جنون بصفه عامه ياك، ويعني هادشي اللي فيها هي اللي كيخليني انا داكشي اللي فيها خرج لي انا ديريكت. انا شي مات اخويا مومو كنت كنحيي الحوايج، كنت كنمشي في الزنقه ما كنتش كاع في الوعي ديالي. سير اخويا سير اخويا تكتب براسك وحيد من هادشي وداوي راسك اخويا قاسم. لا لا الحمد لله، انا الحمد لله داويت راسي وصلحنا كلشي وتحديت كلشي وهادي 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 الى غير ذلك، والحمد لله راني بالخدمه ديالي ومستعد ندير اي حاجه ونتسامحوا بعد. الله يسعد عليك اخويا القاسم. صافي دابا انت درتي لي عليك، عيطتي لها هضرتي معها، انت درتي شي اخطاء، هي دارت اخطاء الحياتيه هادي، جوج كيتلاقاو فاش كيوقعوا الاخطاء بيناتهم والاغلاط وكيولي الحب كينقص ما كيبقاش كيتفارقوا، هادشي اللي كاين اخويا. الله يسهل لك الامور اخويا قاسم وديرها تعليمه. صافي اخويا شكرا اخويا مامو، الله يحفظك وكنشكرك على البرنامج الزوين، الله يحفظك. مرحبا اخويا. مرحبا مرحبا، نجربوا معاكم نعيطوا معاكم على من ما بغيتوا في الكونتاكت. مرحبا 0530300300 هذا الكونتاكت باش تقدر الامور ونعيطوا معاكم على من ما بغيتوا. مرحبا اللي حبيتوا نعيطوا لي نعيطوا لي مباشره قدام الجميع الملايين المستمعين المستمعات، وتكون الامور مقاده ان شاء الله ونساو سعد الغضب وتصلح الامور وتقاد الامور. عيطوا علينا 0530300300 0530300300 ومن بعد نعيطوا معاكم حنايا على من ما بغيتوا ونصلحوا الامور. باي هشام. السلام عليكم. عليكم السلام خويا مومو، صافا كلشي بخير صحه لاباس؟ هذا معارك كبير هذا فاش هضرت معاك، نهار جديد عاوتاني. شكرا بزاف، ربي يخليك، الله يطول عمرك. هشام بغيت تعيط لعبد الهادي اللي هو الاب ديالك واك. وي ياك لاباس خويا؟ الوالد ديالي توحشتو بزاف، دابا شي شهرين ديوم وانا ما كنهضرش معاه على قبل واحد مشكل انا وياه، حيت كنطلبت منه واحد الحاجه يديرها ليا واحد تقريبا ديوم هادي، طلبت منه شي فلوس باش يسلفهم ليا. تاخذ موطور؟ عطاهم ليا زعما، وهو فاش وقف عليهم تقريبا شي شهر هادي فاش وقف عليهم حتى هو ما كانوش عندهم موجودين تما، فين حتى هو غضب بزاف عليا طبعا لي بزاف، وما بقاش بغى يهضر معايا، ما بقاش بغى يجاوبني، وكيقول لي انت ماشي ولدي، هذا هو المشكل اللي عندي. نعم قال لك انت باش تولي حيت ما رجعتيش لي فلوس ديال الموطور. هذا هو المشكل. هشام وي خويا، كاين شي بلان واحد اخر ما قلتيش؟ حاجه اخرى ماشي على الموطور، حيت كنت داير شي بروجي اخر على قبل راس المال باش زعما يعاونني في شي حاجه من حاجه، عاونني زعما الوالد درت واحد الراس باش نكلبي ونشري شحال من حاجه. المهم انا كنعتذر للوالد، غلطت معاه بزاف بزاف، وداك الشيء قضى لي غرض، قضى لي غرض. وانتم ما كاينينش في السندين هذاك الشيء، ما مشيتيش شفتيه؟ لا خويا. واخويا شفت ديك الساعه سير شوفوا واش تهضر معايا اخويا. والام ديالك شنو قالت في الموضوع؟ الام ديالي ديما كتقول لي هضر معاه ربك، زعما راه كيرجع كيرجع سعد الغطاب، هو راه كيسامح وهكاك، ولكن انا ما عنديش جرأة باش نايض نهضر معاه، وانا توحشتو بزاف، بغيت غير نهضر معاه نتسامح، ولكن ما كنقدرش نهضر معاه. المده كلها ما مشيتيش انت في طنجه وهما كاين في اكادير؟ ما مشيتيش؟ انا ما مشيتش لا. واخا الخدمه؟ واصلا ما كنمشيش اخويا غير العام العام كنمشي انا للدار. علاش؟ راك عارف عائله شنو راك عارف كيفاش دايره الامور، ما شكون جي ما كيكونش عندنا حنا العام العام هو اللي كيكون عندنا، والدراري عندي وليدات الله يخليهم ليا. الله يسهل الامور اخويا، الله يسهل الامور. هشام تشجع اخويا، باش تكون مشجع تكون ايجابي تكون بخير، نعيطوا دابا لعمي عبد الهادي والعواشر هادي، واش راه الامور دوز بخير ولا خير؟ هذاك الشيء اللي هضر معاه بكل صراحه، داك الشيء اللي باغي تقول ليه قولوا ليه. الله يجازيك بخير، شكرا. نعيطوا للسي عبد الهادي ان شاء الله يكون خير. السي عبد الهادي. اهلا وسهلا. السلام عليكم، شخبارك؟ كلشي بخير صحه لاباس؟ بخير لاباس، الله يطول عمرك. واش مبروكه بالصحه والسلامه ان شاء الله باش تفنيتي؟ معاك مومو، عرفتيني؟ هي هي عرفتو. شكون انا؟ مومو. السي عبد الهادي راه حنا معيط لك في الكونتاكت، كاين واحد السيد اللي معيط لينا ولات انا نيمورو التليفون ديالك، بغى يهضر معاك قدام الجميع، واش دوزوا لك بلا ما تعرف شكون ولا نقول لك شكون عاد تعزل باش تهضر معاه؟ لا ماشي مشكل، دوز. الله يحفظك اسيدي، الله يحفظك السي عبد الهادي، هضر معاه. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تبارك الله، ما عرفتينيش؟ لا خويا ما عرفتينيش. ولدك ما عرفتيش؟ اه يعني.
واش دابا نتايا هشام عيط عليا باش تصالح معاه ولا ما عيط لي باش تجربوا شي يعرفوك ما عرفش التليفون؟ ولكن اخويا ما عرفتش الصوت ديالي راه وراه عادي اخويا راه عادي حنا الراديو حنا معيطين عمي عبد الهادي راه ما كانش معنا عيطوا عليه صوتك انت راه ما كيتسمعش بحال هذاك وصوتك راه كهضر بحال انت راك دابا كهضر بحال بونجور 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 هذا اللي معيط لي تصالح هذا على باز اصلا المهم انا كنقول لك دابا بابا سمح لي بزاف على انا عيطت لك باش نتسامح معاك بزاف قدام الجميع المغاربه باش تسمح لي بزاف الا درت معاك شي حاجه ماشي هذيك وانا عارف انا غلطت معاك حيت داكشي اللي طلبت مني انا ما وجدتش ليك وكنطلب منك مسامحه في هاد العواش هادي الله يجزيك بخير سمح لي بزاف ايوا واش غنقول لك اولدي عادي عقلك عندك شيء كنتمنى من قدام الجميع كما حتى انت هضرتي قدام الجميع حتى انا كنهضر قدام الجميع انا كنتمنى منك دير عقلك وماش مشكل انا مسامحك اوليدي وانما دير عقلك دير عقلك هادشي اللي بغيت لك اولدي دير عقلك دير عقلك دير عقلك دير عقلك هذا ممكن عمي غادي نشوفوا لي شي اغنيه غنصيفطوا عليه اللي يسمعها الصباح فيها دير عقلك دير عقلك دير عقلك دير عقلك شكرا خويا مسامح عمي عبد الهادي مسامحه شكرا المسامحة أخويا المسامح كريم السيدي مسامحة هشام خويا أفرح أخويا أفرح أنت عيد سليم شكرا عمي عبدالي غزال عمي عبدالي ما رداش فوجك شكرا بزاف أمو الله يخلي لك شكرا بزاف الله يدوم الحبة أخويا شكرا بزاف احنا كنتصمتوا لكم كاملين لكن مشكيد لامياء شكرا أخويا سوى العائلة عمي عبدالي عوش مبروكة نعم خويا الله يبارك خويا شكرا بزاف خويا شكرا عواشكم مبروكة خويا عوش مبروكة سيدي شكرا بزاف شكرا أبو الصلاح والمسامحة في الكونتاكت على إذاعة إتخاديو يا داي شحال كنفرح باش اللي كنعيطوا ليه كيتقبل أنه المكالمة وكيتصالح مع اللي معيط على قبله صافي بليزير 05 30 300 800 هذا الكونتاكت باش نعيطوا معاكم على من ما بغيتوا تقادوا الأمور تصلح الأمور وقع مشكل خصام سوء تفاهم ساعة الغضب والكونتاكت تقطع ما بقاش الكونتاكت نرجعوا الكونتاكت على إذاعة إيت راديو في مومو مورنينغ شو عيطوا 05 30 300 800 05 30 300 800 ونعيطوا معاكم على من بغيتوا مرحبا مرحبا أخي يوسف مرحبا مرحبا يوسف مرحبا وي السلام عليكم تبع أنا يا أنا مشجع محمس وأنت ما محمس تحمس بخير الله يكبر بي مالك الخدمة وصعب مزيان أخويا أنت بتعيط الجمال أيه علاش بتعيط لي يكلا بس وأخويا جمال تعرفت أنا وياه في كورونا يعني تخلصنا في كورونا على شنو وقع تعرفنا في رمضان وكنا خدامين اونصومل مع بعضياتنا كان هو اللي توسط ليا باش خدمت واحد سوسيتي المره الاولى المهم تعرفنا على بعضياتنا كيفاش كنخدموا هادي هو كان باغي يدير واحد البروجي راسو شافني انا كندير هذاك الشيء ديال الانفوغرافي والكرياسيون ديال لي سيت ويب قال لي اجي نديرو حتى حنايا واحد المشروع ديالنا انفيستيو فيه نضنا درنا لو ميم بروجي اللي كنا خدامين معاهم وديك السوسيتي اللي كنا خدامين معاها ولينا كونكيرون معاها وفي نفس الوقت بقينا خدامين معاها صافي بحال هكا بقيتو خدامين في الشركه وخدامين على حسابكم نتوما منافسه مع الشركه في نفس الوقت وكيطلعوا لي من البيبليسيتي ديالنا وكلشي وكيشوفوا كيقول لي راه هاد الكونكيرون ديالنا راه خدامين مزيان الدراري خصني نفسهم وهادي وانا وياه كنشوفوا بعضياتنا كنضحكوا المهم صافي داز صعيبه هادي درتو نتوما صعيبه يوسف هو صعيبه ما كدارش ولكن تا السوسيتي اللي كنا خدامين معاها تا هما كانوا مقصرين من جهتنا داكشي علاش يعني نتوما درتو القضيه انتقاما منهم ياك انتقاما نتوما ما كانوش مهلاين فيكم واخا هو القضيه ديال يوسف ما كدارش صعيبه قانونيا صعيبه حيت هما كانوا خدامين اول حاجه بلا قانون بلا اوراق ما بغاوش يديكلاريو بينا هو يوسف شوف باش كتخدم شي بلاصه كتخدم شي بلاصه وما عاجبك شي حاجه خصك تقلب على شي حاجه اخرى ما احسن والواحد خاصو دائما يعرف يدير الفرق يعني يفرق ما بيناتهم بجوج انتقاما من الشركه داروا معانا الكونترا قالنا صافي غندخلكم لاسينيسات وما داروش ما داروش هادشي اللي كاين بالنتيجه ديال انهم هما ما تعاملوش مزيان وقانونيا انتما ما تعاملتوش معاهم مزيان وقانونيا
خصوصا حتى الوقت اللي كنا كنخدموا فيه ما خارج القانون، راك عارف يا اما تي كورونا ان كانوا الناس كيساليو مع الثلاثه، حنا كنساليو في السبعه الاشياء. المهم واخا هذا موضوع، هذا موضوع طويل واللي مهمه يوسف، حيت انت دابا قلتيها الشركات اللي ما كيتعاملوش مزيان مع الناس اللي خدامين معاهم، الناس خدامين معاهم ما غيتعاملوش مزيان معاهم، هادشي اللي كاين. صافي، وخاص الشركات ما يبقاوش يسحب لهم انهم راهما كيتعاملوا مزيان مع الجميع، حيت كاين اللي كيهضر معاك يقول لك حنا كنتعاملوا مزيان. لا، تعاملوا مزيان معناتها انه الواحد يدير الوراق ديالو، القوانين ديالو، والحقوق ديالو ياخذها، ولا النتيجه هي هذه. دابا انت يوسف الوقع عليك وانه انتم راكم واخا ما تكونوش باغيين، راكم خدمتوا شي حوايج للشركه اللي درتي مع صاحبك جمال في وسط الشركه اللي كنتو خدامين فيها، يعني استعملتوا الامكانيات ديال الشركه اللي كنتو خدامين فيها باش تخدموا المسائل ديالكم. لا، ما احنا ما استخدمنا الامكانيات لتشي شي حاجه ونورمال. شي مرات تكونيكتيتي، شي مرات تكونيكتيتي درتي استعملتي الواي فاي، كي مشكل هادشي كيوقع، هادشي كيوقع، هو شي كيوقع. المهم جمال شو قال؟ جمال خدمنا بحال كونسوم في ديك السوسيتي، ميني سوسيتي اللي كنت تخيت انا وياه، بدينا خدامين بخير الحمد لله، بدينا كندخل شويه الفلوس، فرحنا هذه الو. دازت واحد الوقت انا من هذاك النوع ديال ما خاصنيش نبقى مريح، الحمد لله من صغري ما كنقولش والديا عطيوني، انا كنبغى نعطيهم. الو هو ماشي من ذاك النوع، كنقول انا عندي مسؤوليه خصني نقلب على خدمه، وملي كنلقاها وكيتقلق علاش باش تمشي تخدم وتخليني انا. واخا هي صافي، هذه اللي خاصمتكم، هي هذه هي اللي خاصمتنا. والمره الاخرى ما بقاش عرفت حتى شنو، علاش تقلق ولا شي حاجه. وفرقتوش تقلق، فرقتو الشركه؟ لا صافي، حيدنا ذاك الشيء كامل الزربه. داكشي اللي طلع بالزربه كيسالي بالزربه. ودابا علاش بغيتي تعيط عليه؟ وما بغيناش نساليو هاد العلاقه بحال هكا، خصوصا ان عرفت دارهم، عرفت دارنا، كليت معاك لا معايا، عرفنا على بعضياتنا بزاف ديال الحوايج. وهادشي 6 شهور باش وقع ياك؟ 6 شهور باش الاتصال تقطع، الكونتاكت تقطع. اييه نعيطوا للجمال يكون خير ان شاء الله. شرط واحد في الكونتاكت اللي نعيطوا عليه نسولو واش قبل يهضر مع اللي معيط على قبله، نعيطوا لجمال على قبل يوسف. الو جمال، السلام عليكم، شخبارك؟ بخير الحمد لله، انت بخير؟ الحمد لله خويا، معك مومو، عرفتيني؟ اييه مرحبا. مرحبا خويا، راك معنا في الكونتاكت، كاين واحد السيد معيطنا هو اللي عطانا نيميرو التليفون ديالك، باغي يهضر معك قدام الجميع، قدام الملايين ديال المستمعين والمستمعات اذاعات ايت راديو. واش ندوزو ولا ما تعرفش شكون، ولا نقول لك شكون عاد تعزل واش تهضر معاه ولا لا؟ زربت عليك يا زربت عليك. شكون بتعرف شكون؟ يوسف ولا ما تعرف قبلك؟ وسبحان الله عليك، وسبحان الله عليك، بجوج واش في اخباركم عندكم نفس الطريقه الهضره؟ جوج راه طويله، فيكم واحد الكالم، فيكم واحد الكالم غريب، واحد الكالم كيخلع. يوسف هضر مع جمال. جمال فين؟ فين بخير؟ فيليبين. فين؟ الحمد لله كلشي واعد الحمد لله. في شده وما احنا العام هذا ما كتقلقش علينا، غبرتي علينا، ما بقيتيش تبغى تجاوبنا. شكون نتوما؟ سؤال مغربي فاش كيكون داير شي حاجه كيولي هو فيه بزاف، نا تقلقتي علينا واسمح لينا واسمحوا لينا. صحتي القضيه باش المغربي كاين صحتي. اش كاين لاباس جمال؟ قالت لي يجي عندي للدار ما غاديش نرد، وانا كنت كنتسنى يدوز عندي للدار باش يريحوا نهضر، ما ديك هضره ديال التليفون وما خدامش. صافي هادشي اللي كاين، انت كتسنى واحد كيتسنى الاخر. انا كنت كنتسنى شحال هادي يدوز عندي. عشتوا فيلم الانتظار مره وماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه. وكنتسناك اصاحبي انت ما بغيتيش تشفى راسك. دابا واش باغي نتصالحوا ولا باغي نبقاو نقولوا؟ قالت لك اش كاين اصاحبي؟ قالت لك سير عندو للدار غاش هضر. شكون هي دي عاوتاني؟ دوز عندي انت ما صافي قلب شي مره واحده. شكون هي دي؟ انا الاخت ديالي. وديك الساعه يوسف ما تسجلوا للدار. طول الدار وانا كنتسناه وكتسناني. صافي دابا انتم عشتوا فيلم الانتظار لي زاتونديست. قريب. وقد ما تسنيتوا واحد تسنى الاخر قد ما غادي تخاصموا قد ما تعصبوا. لا بصح دابا المشكل هو ان دوزنا واحد البيريود اللي حطينا واحد لافونيغ اللي زوين وما كملناش، هذا هو المشكل. ودابا ما كاينش مشكل. دابا شوف دابا شوف يوسف جمال، ما كاينش مشكل، دابا انتم درتوا واحد الشركه وقع واحد سوء تفاهم، تفارقتوا، دابا يوسف معيط لجمال باش يتصالح معاك باش يقاد الامور معاك، سواء كنتوا ترجعوا تخدموا مع بعضياتكم ولا لا. هو كيقول انا شوف انا ما عنديش مشكل، انا كنت عندي 13 حاله هذه زعما ما غاديش نرد، راه كنتسنى غير باش ندوزو نريحو زعما، ماشي زعما انا التليفون بقى فيا الحال صراحه على شي بلانات، ولكن كلشي كيتصلح يعني كلشي كيتقاد. كنت كنتسنى زعما ديك الخطوه انه يدوز عندي للدار وكان كيدو كلشي غير يريحو في الطبله ونحاول هذا الشيء اللي كاين، وكل واحد يفسر التليفون فهمتي، ما كل واحد يفسر وجهه النظر ديالو علاش دار ديك التصرف، علاش تصرف ديك الطريقه، هادشي اللي كاين عادي. صافي تصالحتو
واه حنا نحسوا براسنا كاع ما مخاصمين وكاع ما مصالحين، هذا هو المشكل. زوينه هذه عاوتاني، جديده هذه عاوتاني، ما مخاصمينش وما مصالحينش. الله يجوزك الشيخ، انت بارونتيز هذه قاب قوسين او ادنى، المسامحه وتعيش الصدقه. الله يسامح، الله يسامح يوسف جمال، الله يسامح. دابا خاصكم ديروا جليسة الراس في الراس وتهضروا بكل صراحه، وكل واحد يقول ويفسر اشنو كانت كيفكر، علاش خدا ديك القرار، علاش دار ديك التصرف، وتصفيوا الامور والصافي يا لبن حليب قشطه. واخا ان شاء الله مرحبا بالخير. مرحبا بك اخويا سيمو، يكبر بك. شكرا، مرحبا. ديروا معنا الكونتاكت، نعيطوا معاكم على من ما بغيتوا، تقاد الامور تصلح الامور ممكن جدا، نعيطوا في الكونتاكت في مومو مورنينغ شو على اذاعه ايت راديو، عيطوا نتوما 05 30 300 300.